عندنا مشكلة بموضوع النقرس، أو شائعة تقول إنه إحنا اللي عنده نقرس ممنوع يعمل كيتو، إنه إحنا بنعتمد على البروتين على أساس. هاي من الشائعات اللي طالع على الكيتو، إنه هو نظام عالي البروتين، وهو نظام أبداً مش عالي البروتين، هو نظام منخفض البروتين، على العكس تماماً. إحنا بنأخذ من قيمنا الغذائية 25% فقط من البروتين، وما تبقى ناخذ دهون وكارب، على أن تتجاوز الكارب 5%، فإحنا 70% دهون و25% بروتين و5% كارب. فاحنا مش نظام عالي للبروتين، منخفض. وللاسف للاسف الشديد احنا بنروح، زمان كان عندي نوبات النقرس مثلا اقعد يومين ثلاثه ما اطلع من البيت. ايش الحل او ايش العلاج؟ حميه. شو الحميه؟ ابعد عن اللحوم الحمراء. طب ايش، ليش انا جسمي انا ليش انا لازم ابعد عن اللحوم الحمراء؟ وين الحل انه انا ابطل اكل لحمه عشان ما اصيب نقرس؟ لا، الحل مش هيك. الحل تعال ندور وين المشكلة. ليش أنا جسمي ما بصرف اليوريك أسيد اللي بيجي ناتج عن اللحوم الحمراء؟ ليش جسمي بيرتفع عنده اليوريك أسيد؟ فأنا اكتشفت لاحقا أنه أنا مشكلتي مش أنه جسمي بحب بس يوريك أو أني باكل لحوم حمراء، لا، مشكلتي عندي مقاومة أنسولين نتيجة ارتفاع السكر العالي، وهذا الإشي مأثر على الكلى المسؤولة عن تصريف اليوريك أسيد. قطعت السكر، دخلت في حمية الكيتو، حليت مقاومة الأنسولين، تعدلت أنزيمات الكلى، الكلى صارت تطرد اليوريك أسيد بأريحية وأنا بأكل لحوم حمراء.